بحج بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن أجل الأعمال البذل والعطاء والإنفاق والصدقة، وقد تكون الصدقات في هذه الأيام أفضل من غيرها من الطاعات، وخصوصا في وقت المضائق والأزمات حين يكون الناس في ضائقة من أمرهم، فتكون الصدقة أفضل من غيرها من الطاعات، وذلك لتعدي نفعها إلى الغير. وما يكون نفعه متعديا إلى الغير يكون أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الطاعة إذا كان نفعها مقتصرا على صاحبها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.